مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة رول جنافة بالقشطة. عنا عجينة الجنافة، ملعتين صغار زبدة وملعقة صغيرة سمنة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شي بدنا نصغر عجينة الجنافة بهيدا الشكل، نعملها صغيرة بهيدا الحجم. فينا نعملها كمان على المكنة إذا حبينا. هلا بعد ما قطعتهم أنا وياكم بدنا نحطهم بالطنجرة. أول شي بدنا نذوب السمنة والزبدة مع بعض. بس دابت السمنة والزبدة بهيدا الشكل، فينا كمان نحط إذا بدنا زبدة لحال وسمنة لحال. منحط العجينة منقلبها لتاخد اللون المطلوب. بلشت تاخد لون خفيف، تضل قليها لحتى لي تاخد اللون المطلوب. بس اخدت هيدا اللون، هلا بدنا نحطها بصحن لتبرد. شفت اللون شو حلو؟ هيدا اللون المطلوب. لنكفي الطريقة، بس بردت العجينة عندي قشطة، وراح احط لكم طريقة القشطة بالفيديو اكيد. وعنا فستق حلبي للزينة، وغلفت طبلية بنايلو بهذا الشكل عشان يسهل علينا لف الحلو. بسم الله بهذا الشكل. هلا بحط العجينة على الطبلية على النايلون. ممكن نحطها بصينية، بس لقيت هيدي الطريقة اسهل لكم. عرفتوا كيف؟ حسيتها سهلة كمان للمبتدئين. حطينا العجينة بهذا الشكل، هلأ بنحط عليها القشطة. هلا قد ما فيني بمد القشطة على رواق. عنا هون كاسة صغيرة فيها قطر، بس بغط الملعقة فيها وبمد القشطة عشان ما تلزق. شايفين كيف؟ بهيدا الشكل، والقطر بيعطي نكهة بقلب القشطة كتير طيبة. شايفين كيف؟ طريقتها كتير كتير روعة. فينا نرش بقلب فستق حلبي إذا حبينا. تعطي شكل كتير حلو كمان. هيدا
الشكل. نكبسها على بعض، نجمع القشطة والعجينة. عم حاول اعملكم قد ما فيني طرق تكون سهلة، عرفتوا كيف؟ هيدا الشكل. واو، جمعنا العجينة كلها. هلا بلفها. بسم الله، عرفتوا شو سهلة لفتها؟ كتير شايفين شو سهلة اللفة؟ كتير روعة. بدي احط لها نايلو لسكرها، غلفها منيح. بشيل الطبلية من تحتها. هلأ صار فيني اتحكم فيها منيح. هيدا الشكل. كمان فكرها منيح بهيدا الشكل. بضغط عليها نفس الشي من هون. شايفين كيف؟ هلا بحطها بالبراد لتجمد منيح القشطة. هيدي بعد ما حطيتها للحلو بالبراد وجمدت منيح، نشيل النايلو عنا، منقطعه. بسم الله، هيدا الشكل. هيدا الشكل نهائي. شفتوا كيف؟ هيدي الأسمالية الرول اللي عملتها أنا وياكم. بتمنى التعليق على الفيديو والإعجاب بالصفحة، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.